كنيت طلبوا نداء لجلالة الملك المسؤولين اللي فيهم خوف الله اللي فيهم خوف الله. احنا ولادنا ما استفدوش، ولادنا الاستفادة ديالهم حيدات، الاستفادة ديالهم حيدات. ما يمكنش دري مجوج كيقضي الوطن ديالو، كيدي الواجب الوطني ديالو، مرة ما في الصحراء تيخدم في الصحراء، مرتو كاينة بن قريب ولاد باه مريض بقيعته مشات ليه. ما يمكنش، شنو السبب اللي يمشي هذاك الدري ما يتعطاش له؟ ومجوز وعندي وراق بالله الدراري عزاره مجوجين ما مستفدين، مستفدين عزاره مستفدين. ما يمكنش مجوجين نفسك، ها هما هادو عزاره جوج ما يسكنوا معاكم هنا ليش؟ في الحي كاين اللي ما تفناش في الحي وما تنعرفوهمش واستافدوا، الدراري ديال الحي ما استافدوش. علاش؟ شنو السبب؟ بغيتي نعرف واش حنا ماشي مغاربه؟ واش ما فيناش دم الوطنيه؟ واش ما كنقولوش الله لا اله الا الله؟ إلا كنا من إسرائيل يصفطونا هذيك غتحمينا، حنا ما لقيناش اللي يحمينا. مشينا وجينا دابا هذه ثلاث سنين قالوا رجع عندي نقدم الخليفه القائد، نقدم الخليفه القائد. قال لي ريبي ولادك غيستافدوا، قلت له قال لي جا كلكم جا ولادك بجوج، عطاوني واحد وواحد خلاو لي، حيت هذاك في الصحراء ما تيهضرش على راسه، ما تيجيش يتصافج ويوقف عليهم، حيت دروس تيقضي وطانه، وكاينين عدد منه ماشي على ولده، راه ولاد كاينين دراري اللي ما استافدوش. ودابا كنتمنى 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 من جلالة الملك يسمع هذا النداء، يدير إعادة إحصاء، إعادة الإحصاء. سميت الحي، سميت الحي، حي النور النوايل. ما يمكنش هاد الناس كاين اللي ما تنعرفوش لحد عمر، ولكن كنا ما استافدوش، كنا ولادنا ما استافدوش. علاش ما يمكنش؟ أنا قلت لك والدي تينعس في الرملة قيطون وما يستافدش، علاش؟ شنو السبب؟ حيت قلت لك ما كاينش، ما تيهضرش على راسو. أنا الأم ديالو، أنا وكيلة ديالو، ما يمكنش ما يستافدش ولدي وعدد من ولدي. راه كاينين دراري ها هما شباب ما تسافدش، ها ولدي سبع سنين ديال رامي وما تسافدش، والحي كله تمنى نداء، نداء للمسؤول اللي فيه خوف الله، اللي فيه خوف الله. انا تنقولها اللي فيه خوف الله وباغي يصفى رقبته يجي يشوف هذا الحي السبب اللي ما استفد. جاو الناس من ورانا وحيدوا الحي، هذا الحي ما استفد. بغيت نداء الله يرحم ليكم الوالدين اللي مسؤول في استطاعتي في هذه الجره يجي في بالينا. بقيت نطالب بالحق ديالي، التولي حق ديالي، نحي النار. انا جدودنا تزادوا هنايا وكبرنا هنايا وما عندنا حتى شي ارض اخرى فين غنمشيو، وما عندنا لا ملك، ما عندنا لا سير، ما عندناش الملك. بعد بعد تنهضروا على راسنا حنا، لا انا لا امي لا بو لا جدودي ما عندهمش الملك. حاجه الوحيده اللي عندنا ساكنين في هذه الدويره هذه ساكنين فيها، ما ضربوها لنا في 2019 كنبغي نستافد انا وامي، ما عطاونا لا استفاده لا والو. كان دابا كنت في دار كتعدى مشروكه مخليه لنا جده الله يرحمها، خلات لنا هنا حبيبي الوالده ديالي والحبيبي ناضي حبيبي الخشاب بنتو في الاستفاده، عطاوهم فلوس بزاف دخلوا للمقعه ديالهم الله يسهل. شحال من عام انتم ساكنين هنا؟ انا ساكن هنايا من 2000، من انا بعد انا من عقلت على راسي من 91، انا من كبرت كبرت هنا، انا من زادت زادت كبرت هنا. اما راه جده راه تبارك الله راه كابره، راه مزيوده هنايا وكابره هنايا. شنو ما خلاهمش هذوك الاستفاده انت؟ ما عرفتش علاش، واش حيت انايا ما دورتش ما عطيتش ما عطيتش القرمومه. انا راه بنت حبيبي ما مزوجاش وخدات نص ديال الخيس السعيد، عيطوا الخيس السعيد السعيد كملاكم عيط النص ديال خايا هو حيدو له تلفون ليه الدوسي ديالو وانا يا الدوسي ديالي حيت انا عارف اني ما غنصاتش اليوم. خلاو لي نص المراه ديالي، خلاوها لي قالوا لي غتهز نص بقعه انت وخوك. قلت لهم انا لا، قلت لهم نص بقعه ما غنشاركوش انا وخاي، نص بقعه نسكنوا فيها انا وخاي راه ما يمكنش، راه لا يمكن. الا شاركنا نص بقعه غنشاركوا العيالات تاهما. واخا شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالي عطاونا حقنا، عطاونا حقنا نص بقعه ديالو ونص بقعه ديال خاي. ربع سنين دابا حنا تالفين، خاي مخلي مراته، خاي صيفط مراته لدارهم اربع سنين دابا وهي في دارهم فواسه وبولده وهو مع البنت. دابا حنا كنطالبوا كيف ما قالت لنا كيف ما قالت لنا رئيسه التعمير، رئيسه ديال التعمير قالت لنا غنجيب لكم غنجيب لنا نجيب لكم قايد غنعطيكم حقكم. تنطالبوا منا تسمع وصلت الميساج هذا وتجي. اشحال من مره جيت لعندك انا بوجهي، الا كنت تشوف هذه الفيديوهات اشحال من مره جيت لعندك انا وخايا هضرنا معاك وبقيتي تتقولي لنا تتقولي لنا سيروا هذا بنت راه تيجي القايد. منين غيجي القايد راه غندير لكم القايد. ها هو جا وهو ترسم دابا حاليا، هو مرسم هنايا في المقاطعه. تنتمناو تهزوا وتجيو لعندنا تتفاهموا معنا، عطونا شي حاجه نطلبوا معكم احنا مطالبين حتى شي حاجه وكملوا
وكملوا هذا الشيء هذا اللي بقى. راه عباد الله راه حنا معذبين، هذا الشيء اللي كنطالبوا به.